تفك المايك دكتور وائل، الله يسعدك. اهلا وسهلا، حياكم الله. انا حياك الله دكتور وائل، نتشرف بك ضيفا في هذه الليله. الله يحفظك، الشرف لي انا، الله يبارك فيك. الله يسلمك دكتور وائل، نود مساعدتكم تسليط الضوء على مجهودات الشؤون الصحيه منطقه مكه المكرمه خلال جائحه فيروس كورونا المستجد. طيب، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد جدا بلقائي معاكم اليوم ومع الاخوان في مركز حي الزهره، حي المسفله. حي المسفله. تسليط الضوء على جهود وزارة الصحة في هذه الفترة دعم كبير لنا لاستمرارية عملنا بإذن الله، خصوصا عندما يعني يقدر الناس المجهود الكبير اللي بيبذلوه الأخوان في الميدان، فهذا شيء يعني ينعكس إيجابا عليهم ولله الحمد. إحنا من بداية الجائحة، من تسجيل أول حالة في الصين، بدأ رفع الحذر والجاهزية على مستوى الوزارة، وعند دخول أول حالة للمملكة العربية السعودية بدأت الاجتماعات الخاصة بمتابعة الوباء يعني تتحول إلى اجتماعات يومية ومستمرة من بداية الجائحة وحتى الآن. إحنا نجتمع بصفة يومية في مركز القيادة والتحكم في غرفة صحة مكة، يجتمع فيها جميع القياديين، مدراء المستشفيات ومدراء الإدارات العليا، ونناقش جميع الاحتياجات وال البروتوكولات العلاجية، النتائج، التوجهات، كل الأمور هذه تناقش في هذا الاجتماع. من ثم ننطلق للعمل لتنفيذ الخطط اللي بتطرح في خلال الاجتماع. طبعاً إحنا ولله الحمد دخلنا الجائحة بعدد أسرة عناية مركزة، تم مضاعفة هذا العدد بالكامل، يعني صار عندنا ضعف عدد أسرة العناية المركزة الموجودة في منطقة مكة خلال الجائحة، رفع للطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد من الحالات الحرجة لا قدر الله. أيضا كان هناك عمل كبير من خلال الاستقصاء الوبائي والمسح الميداني والتثقيف الصحي، خصوصا في الأحياء العشوائية بعد ما تم إغلاقها في فترة الحظر. كان لنا فرق تقريبا 50 فريق ميداني يقوم بالعمل في أرض الميدان من خلال التثقيف والتوعية والفرز البصري وعمل المسحات الطبية وتقديم العلاجات والأدوية. استمر هذا العمل حتى بداية رفع الحظر يوم الأحد الماضي، تحول العمل من ميداني إلى عمل من خلال المراكز الموجودة داخل هذه الأحياء. أيضا كان لنا دور في المحاجر الصحية، كل من تم الاشتباه فيه أو إصابته بالفيروس تم حجره في محاجر صحية خارج المستشفيات الصحية وخارج منازلهم، مهيئة بشكل كامل لمتابعة حالتهم الصحية وإعطائهم العلاجات اللازمة وأيضا التأكد من سلامتهم خلال هذه الفترة. في هذه النقطة بس حابب أشكر الأخوان أصحاب الفنادق دون تحديداً في مكة، خصوصاً في مكة العاصمة المقدسة، كان لهم دور كبير وإيجابي في الوقوف معنا بإعطائنا كافة الفنادق اللي استخدمت كمحاجر، كانت مجانية وهبة من الأخوان اللي منحونا هي للعمل من خلالها، فشكراً جزيلاً لهم على وقفتهم وعلى شعورهم النبيل. الشق الثالث كان عندنا موضوع المستشفيات، كنا دائما نراجع البروتوكولات العلاجية اللي بتصلنا من الوزارة، أيضا كنا نساهم ولله الحمد في كثير من الأبحاث اللي ساعدت على وضع البروتوكولات العلاجية في مكة المكرمة. جميع مستشفيات العاصمة المقدسة تستقبل حالات كوفيد، حتى جدة والقنفذة والطائف نفس الوضع. أيضا تم عمل خطة لرفع الطاقة الاستيعابية السريرية الأسرة العادية بتشغيل مستشفى شرق عرفات، وهذه لأول مرة تشغل خارج موسم الحج، وتشغيل مستشفى من الوادي تباعا. فأيضا كان عندنا مستشفيين ميدانية بالمشاركة مع القوات المسلحة، مستشفى ميداني في منطقة كدي
كانت مخصصة للجاليات لقربها من الأحياء المعزولة، والمستشفى الجامعي اللي كان في صالات الاحتفالات في جامعة أم القرى. هذا تقريبا باختصار. ما شاء الله تبارك الله، جهود مباركة دكتور، الله يعطيكم العافية. لو حدثنا دكتور عن استعداد الموسم الحج هذا العام، الله يحفظك. طيب، أولا إحنا كمسلمين جميعنا سعدنا وفرحنا بخبر استمرار فريضة الحج، لأنه ركن عظيم، وإحنا نستشعر خصوصا أهل مكة نستشعر أهمية فريضة الحج وخدمة الحجيج، وهذا شيء يعني زرع فينا ولله الحمد. فكنت سعيد جدا بالخبر. الأعداد اللي أعلن عنها معالي وزير الحج بأنه لن تزيد عن 10,000 مشارك في الحج مطمئن جدا، لأنه إحنا إذا جينا نقارن الأعوام الماضية اللي كان يصل فيها الحج إلى 5 مليون وأربع مليون من الداخل ومن الخارج، يعني جميع الفئات، ب10,000 لا تعتبر رقم كبير يصعب إدارته في ظل جائحة زي هذه الجائحة. عندنا بإذن الله حيكون في طبعا استعدادات في مشعر عرفات، واستعدادات خاصة في مشعر منى، حيكون لنا تواجد بالقرب من مسجد نمرة أثناء أدائهم فريضة صلاة الظهر بإذن الله، ونرافقهم خلال رحلتهم من عرفة إلى مزدلفة بسيارات إسعافية، بعربات عيادات متنقلة، بعربة ICU مجهزة كأسرة عناية مركزة، إلى أن يصلوا إلى منى بإذن الله تعالى. مستشفيات مكة المكرمة خلال فترة الحج ستقوم بخدمة الحجيج مباشرة لسهولة الوصول لها، ولأن الأعداد حتكون محدودة جدا بإذن الله، إضافة إلى ما هو موجود في مشعر منى من مستشفيات. ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور، هل هناك إحصائية الجهود التي بذل من شؤون الصحية منطقة مكة المكرمة خلال الجائحة؟ والله المجالات مختلفة، في إحصائيات لكل جهة، يعني كمثلا كمشاركة مجتمعية، في عندنا الأستاذة محاسن هي تدير الإدارة هذه، وعملت إحصائية تقريبية للمبالغ التقديرية، يعني اللي جاتنا كهبات وتبرعات عينية ونقدية وكذا، فكان مبلغ كبير تجاوز 7 مليون ريال ولله الحمد، يعني القيمة المقارنة وليس مبالغ مالية نقدية، مثل الفنادق اللي تم منحها لنا، مثل الكمامات اللي كانت تيجي، المعقمات الأيدي، أجهزة الهيبا فلتر، فهذه كل العينيات تقدر قيمتها بما يزيد عن 7 مليون ريال هبات وتبرعات من أهالي مكة وتجار وشيوخ مكة، إضافة إلى مجالات أخرى فيها إحصائيات، مثلا ساعات عمل التطوع الميداني من الأخوان اللي تطوعوا وعملوا معانا ولا يزالوا إلى الآن في أرض الميدان بيعملوا في المحاجر وفي الفرق الميدانية. أيضا هناك إحصائيات تخص التثقيف والتوعية الصحية التي تمت. صحة مكة المكرمة أخذت المركز الأول على مستوى المملكة في التثقيف والتوعية ولله الحمد، وهذا شيء نفخر به. عندنا إحصائيات الحالات اللي تم شفائها، إحصائيات الحالات اللي تم عمل مسحات طبية لها، كلها ولله الحمد كانت مكة متقدمة جدا في هذه الإحصائيات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. في أسئلة تريدنا دكتور، القيمة المقارنة هل مشمول فيها ساعات التطوع؟ نعم، بيحسبوا كل الفئات على حدة، الفئات العينية أو الهبات العينية لها حساب، وساعات التطوع لها حساب أيضا. إيه. تمام، جزاك الله خير دكتور. الله يعني. كنا بتكلم دكتور بالنسبة الآن، يعني بالنسبة للمسحات اللي تأخذ من الشخص يعني لما بيعمل فحوصات طبية، هناك مسحات عن طريق الأنف، هناك مسحات عن طريق الحلق، وما أدري والله يا شيخ ما توصلت بالنسبة للموضوع التحاليل لمعرفة المصاب بفيروس كورونا. طيب، التحاليل عبارة عن شقين، تحليل مسحة الأنف أو الفم هي لنفس الغرض، ولكن الأكثر يعني صعوبة في الأخذ ومهارة وحرفية هي مسحة الأنف، تحتاج إلى طبيب ذو خبرة أو فني ذو خبرة مدرب على أخذها.
مسحة الحلق سهلة في الأخذ ونفس النتائج، بتعطي نفس النتيجة، والاثنين بيدلوا على حمل الشخص للفيروس، إصابته بالفيروس. النوع الثاني من الفحوصات هو فحص الدم PCR يسموه البوليمريز تشين رياكشن، هذا مخصص لإظهار الأجسام المضادة، يدل على أن الشخص أصيب في مرحلة ما بالمرض، لربما يدري أو ما يدري، لأنه من الأشخاص بدون علم، يعني يكون حامل المرض من مجرد أعراض خفيفة جدا، سخونة، التهاب بسيط في الحلق، ولا حتى يظن أنه كان كورونا. هذا بفهم خلال فحص الدم عشان نبين مناعة المجتمع وليس نسبة الإصابة. طيب، الأسباب زيادة انتشار الإصابات في مكة دكتور، وهل زال الخطر اللي يرفع الحظر؟ والله وضع مكة من البداية كان يعني وضع فيه كثير من التحديات، ما حقول صعوبة أو مشاكل، هي تحديات ولله الحمد استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود جميع الجهات الحكومية ابتداء من إمارة منطقة مكة المكرمة، فعلت معانا غرفة الطوارئ بشكل سريع وقبل كافة مناطق المملكة، وبدأت الاجتماعات بصفة لوضع مكة الخاص، ساعد كثير في تخفيف الأعداد ولله الحمد. مكة تمتاز، يعني حباها الله سبحانه وتعالى بموضوع العمرة، احنا دخلنا الموسم وكان في معتمرين داخل مكة قادمين من أماكن موبوءة مثل مصر، مثل لبنان، من هذه الدول كان فيها حالات ووصلت إلى مكة، حتى من تركيا، إضافة إلى أنه عندنا مناطق العشوائيات، صعوبة الوضع الإصحاح البيئي الموجود داخل هذه العشوائيات، إضافة إلى أنه التكدس السكاني الموجود في هذه الأحياء ساعد على انتشار المرض. نسبة السعوديين كانت دائماً منخفضة مقارنة بنسبة الغير سعوديين من الأحياء العشوائية، يعني 2 تقريباً. استطعنا ولله الحمد بتوفيق ثم بدعم معالي وزير الصحة بأنه استقر معانا الخطر الموجود في هذه المناطق بإغلاقها وإغلاقها بشكل كلي، مما ساهم في أنه تخف انتقال العدوى بين الأحياء، أيضا إيقاف العمرة ومنع دخول الزوار لمكة، هذه كلها ساعدت على الإيقاف من الانتشار. اليوم مكة ولله الحمد تسجل رقم 9 على المملكة العربية السعودية من عدد الحالات، أظن كل 184 حالة اللي سجلت اليوم. فإحنا ولله الحمد تم السيطرة تقريبا على الوضع في الأحياء العشوائية ولله الحمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب دكتور، من الأسئلة الواردة النصائح اللي تقدمونها للمخالط مصاب كورونا الواجب عليه فعله. طيب، المخالط ولا المصاب؟ المخالط. أولاً إحنا نتمنى من الجميع إنهم خلاص، يعني الآن هذه أصبحت مسؤولية مجتمع، المحافظة على انخفاض عدد الحالات هي مسؤولية المجتمع الآن. البداية هي الأهم، إنه دائماً يحافظ على مسافة لا تقل عن مترين بين وبين أي شخص يعتبر الجميع مصابين أو حاملين على الأقل للفيروس، ارتداء الكمامة دائماً عند المخالطة، عدم الجلوس في أماكن ضيقة مع أعداد بشرية كبيرة لفترات طويلة، هذه كلها الأمور جدا مهمة، غسل الأيدي، يعني الجل هذا لازم يكون ملازم لنا في الشارع، والصابون داخل المنازل، غسل الأيدي بشكل مستمر وبالطريقة الصحيحة، يعني طريقة غسل الأيدي اللي تشمل كل مناطق اليد ولمدة كافية لا تقل عن 20 ثانية. في حال لا سمح الله خالط المصاب لشخص متأكد إصابته، يفضل أنه يعزل نفسه على الأقل 7 أيام في البيت داخليا في غرفة خاصة، يقدم له الأكل والطعام في يعني أوعية خاصة به هو،
ما تختلط ملعقته واشياءه مع البقيه. استخدام دوره المياه، يفضل انه تخصص له دوره مخصصه، اذا ما فيش فيستخدم هو اخر واحد الدوره، دوره المياه، ويحاول ينظف الاماكن اللي مسكها بيده، يرتدي الكمامه داخل المنزل الى ان يتاكد انه ما عليه اي اعراض باذن الله، وبامكانه يرجع لحياته الطبيعيه مباشره اذا ما ظهرت عليه الاعراض في هذه الفتره. ما شاء الله. طيب مثلا ننتقل من منطقه لمنطقه اخرى، يعني كم الايام اللي ممكن يحجر نفسه الشخص في الحاله هذه؟ يعني انا مثلا من اهالي مكه سافرت لجده. اي نعم، سافرت لجده، ومثلا انا رحت للرياض، الجنوب، اي منطقه اخرى يعني من مكه مثلاً. ما لازم تعزل نفسك حاليا، احنا نعزل فقط اللي قادمين من خارج المملكه، لكن فقط. التحرك والتنقل وداخل المملكه ما عاد في عزل. طيب هل هناك مستشفيات مخصصه لاستقبال حالات كورونا؟ المستشفيات مخصصه الان لاستقبال حالات كورونا في مكه؟ كل مستشفيات مكه بما فيها مستشفى الولاده والاطفال ومدينه الملك عبد الله الطبيه. جميع المستشفيات تستقبل الحالات العاديه وحالات الاي سي يو. اضافه الى نقطه هامه جدا احب اني انوه عنها، عيادات تطمن. هذه العيادات أنشئت لأي شخص يشعر بأنه عنده أعراض أو يشك بأنه خالط إنسان لا سمح الله وهو حابب يطمئن على نتيجته، بإمكانه يزور هذه العيادات، موجودة في مراكز رعاية صحية أولية محددة، 5 داخل مكة و2 في المناطق الطرفية في خليص والكامل. الغرض منها إنهم بيفحصوه، بيعملوا له الفيجوال تراياجينج اللي هو الفرز البصري، وبيأخذوا له مسحة طبية، وبيبدأوا على بروتوكول علاجي إذا سجل سكور عالي في التقييم الأولي حقهم. بيبدأوا على البروتوكول العلاج الهيدروكسيكلوروكوين مع الأزيترومايسين مع الزنك، وطبعاً التغذية الجيدة، ويبدأ علاجه. وبتظهر النتيجة تؤكد إصابته أو تنفي الإصابة بحسب الفحص. إضافة إلى وجود مركز الزايدي اللي هو بالدرايف ثرو عن طريق السيارات، هذا لأي شخص خالط أو عنده إحساس إنه هو مصاب لا سمح الله، شاكك وحابب يطمئن، مجرد يدخل على تطبيق صحتي، يسجل موعد برقم بطاقة الأحوال المدنية أو برقم الإقامة، ويتوجه على الزايدي يعمل الفحص في أي وقت من سيارته، حتى ما يخرج من السيارة. طيب الدكتور، بالنسبة لتعاون الجاليات في خلال الأزمة، كيف كان تعاون الجاليات؟ شوف، حقيقة يعني عشان نتكلم بصراحة وبشفافية، المرض في بدايته كان يعني مرعب عند الناس، وكان حتى كثير من السعوديين يحاول إنه يغادر المستشفى، يشرد، يعني خلينا نتكلم باللهجة المكاوية، يهرب من المستشفى بس هذه في البدايات، لأنه كانوا الناس متخوفين جدا من المرض. بعد الفترة الأولى تقريبا أول أسبوعين من الإصابة، من استمرار ظهور الحالات وكذا، بدأت الناس تطمئن وتعرف إنه المرض ما هو خطير ولا هو قاتل بهذا الشكل. يعني نسبة الوفيات فيه ولله الحمد في المملكة بالذات منخفضة جدا جدا ولله الحمد، ما تزيد عن 1%. 80% بيصاب وبيكون في بيته ولا يدري انه اصيب اساسا، وال20% بتظهر عليهم اعراض بسيطه جدا. فبدات الجاليات حتى تتعاون معنا، اطمأنت انه قرارات سمو خادم الملك سلمان حفظه الله، انه قراراته كلها تحمي حتى مخالف نظام الاقامه في العلاج، وتكفل له العلاج باذن الله بدون اي مساءله قانونيه. بدأ التعاون معنا يصير بشكل أكبر من خلال شيوخهم، ساعدونا في التوعية والتثقيف، ساعدوا الأخوان في الموارد البشرية في توزيع السلال الغذائية، تعاونوا معنا في إغلاق الأحياء، تعاونوا معنا في تخفيف الكثافة السكانية في الشوارع، فكان في تعاون جيد جدا ولله الحمد. ما شاء الله. ماذا عن مركز استقبال الاتصالات الموحد في 937؟ إيه نعم، المهام المركز وإنجازاته يعني نعم. فترة البيت. المركز كانت مهام سابقا قبل الجائحة فقط استقبال الشكاوى والمشورات الطبية، ولكن أضيفت له خلال الجائحة
مهمة التواصل مع المصابين وإعطائهم النتيجة والاطمئنان على صحتهم بصفة يومية. وكان في مؤشر على مستوى الوزارة يعني يوضح عدد المصابين وعدد من تم التواصل معهم وإعطائهم المشورة الطبية. يعني مكة كانت ولله الحمد دائما مكتملة بياناتها 100%، فكان في تواصل عالي جدا من الأخوان، حتى الأخت رئيسة المركز تم الإشادة بيها ولله الحمد في واحدة من الصحف على دورها وعلى عملها، أعتقد في صحيفة الشرق الأوسط أو إذا ما خانني التعبير أو الذاكرة. طيب السؤال دكتور يقول عندما يزور شخص عيادة أو مستشفى وبعد ذلك يظهر شخص مصاب بكورونا سواء في الممر أو في الطوارئ، هل يعتبر كل شخص موجود مخالط المصاب؟ إيش معيار المخالطة؟ معيار المخالطة مسافة أقل من متر ونص لمدة 20 دقيقة بدون كمامة. إيه؟ يعني أي إنسان تجلس معاه مدة 20 دقيقة في مسافة لا تقل أو آسف لا تزيد عن متر ونص بينك وبينه، زي مثلاً اثنين في سيارة راكبين سوا أو في مكتب بيتكلموا، المسافة اللي بينهم أقل من مترين، ويكون ما هو لابس ماسك لمدة 20 دقيقة، هذا نعتبره مخالطة. مرورك في ممر في مصاب أو جلوسك معاه مثلاً لمدة دقيقة دقيقتين لحاجة ضرورية وخرجت، طبعاً ما بتكون انت داري أساساً إنه هو مصاب، هذه ما نعتبره مخالطة أصلاً. إيه ما يعتبر مخالطة. لا. هناك خوف من الأهالي مراجعة المستشفيات، وخاصة كما تفضلت جميع المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، ماذا تنصحهم يعني؟ طيب أولاً إحنا عندنا تصنيف الحالات، يعني في عندنا حالات طارئة ولكن ما هي حرجة، هذه بإمكانهم مراجعة مراكز الرعاية الصحية الممتدة المخصصة في مكة، أقل ازدحام وأسرع لهم الخدمة بإذن الله من خلال هذه المراكز. الحالات الحرجة اللي مضطرين يروحوا إلى طوارئ المستشفيات، الطوارئ التنفسية منفصلة تماماً عن طوارئ الحالات العادية سواء الباطنية أو الجراحية. عندنا مسار مخصص في كل طوارئ للمستشفى اسمه مسار التنفسي أو الأمراض التنفسية. مجرد إننا نشتبه عند البوابة، بوابة دخول المرضى، في طبيب وممرضة بيقوموا بالفرز البصري، من خلال هذا الفرز بيحولوهم مباشرة إما للمسار التنفسي أو للمسار الطبيعي، فإن شاء الله ما في إشكالية في تواجدهم في المستشفى. لكن يعني بسبب الضغط الموجود حاليا في هذه الفترة في المستشفيات، أنا أتمنى من أخواني اللي ما عنده شيء طارئ، اللي ما عنده حاجة ضرورية ملحة تستدعي ذهابه للمستشفى، الأفضل أنه يراجع مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لحيه، أو يستخدم التطبيقات إذا كانت يعني لمشورة طبية أو لإعادة تعبئة الأدوية. إحنا عندنا خدمة واتساب سويناها لإعادة تعبئة الأدوية وتم إعلانها في مكة، ووصلت فوق 8000 طلبية أدوية لمنازلهم. مجرد يدخل على الواتساب بيحط الوصفة القديمة وإحنا بنجهز له الوصفة وبنوصلها إلى بيته. وإن شاء الله حتطلق قريباً بإذن الله خدمة العيادات عن بعد. في كثير من الحالات مجرد متابعة، مريض سكر، مريض ضغط، نبغى نطمئن على وضعه الصحي، مو ضروري حضوره جسدياً في العيادة، فبمجرد أنه يقابل طبيبه عن طريق برامج التواصل من خلال الجوال الهواتف الذكية ويحضر العيادة تبعه ويصير له إعادة ريفل وهو في منزله. فالمستشفيات آمنة بإذن الله، ولكن الأفضل أنه إحنا الآن ما نروح المستشفيات إلا في الضرورة الملحة. جزاك الله خير. نستأذنك دكتور مداخلة للسعادة العميد محمد منشاوي رئيس مركز حي المسفلة. تفضل يا سعادة. دكتور وائل جزاك خير، يعني لن أستطيع أن أوفيك حقك لتجاوبك معنا في هذا اللقاء رغم انشغالك الشديد، بس أنتوا الآن رجال الموقف، أنتوا الآن رجال الساعة،
شكر الجزيل لك ولجميع منسوبي الشؤون الصحية وجميع منسوبي وزارة الصحة والعاملين فيها. سؤالي الله يسعدك، الجائحة هذه أظهرت الكثير من المواقف، ما دور أو تقييمك بكل شفافية لعمل المتطوعين في المقام الأول، ثم لعمل أو تعاون جمعية مراكز الأحياء بجميع مراكزها بكل شفافية يا دكتور؟ طيب، أولا أنا سعدت العميد أشكرك، وأنا أعرفك شخصيا، أنت يعني رجل فاضل، شهادتي فيك مجروحة، وسعيد جدا بحضورك هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله أني أجيب بالقدر الواضح والكافي. حقيقة العمل التطوعي كان يعني في قبل الجائحة كان في بداياته، والدولة حفظها الله اهتمت به في السنتين الأخيرة مع التحول ومع الرؤية، وكان في قاعدة جيدة جدا لما دخلنا الجائحة من أسماء المتطوعين. ولكن أثناء الجائحة صراحة يعني تفاجأنا بالكم الهائل من الأشخاص اللي حابين يتطوعوا بأي طريقة ما. يعني أنا كلمت سعادة مدير التعليم في منطقة مكة الدكتور أحمد الزايدي، قال لي اعتبرني أنا متطوع في الصحة. لهذه الدرجة كانت الناس عندها رغبة في التطوع. كان عندنا دكتورة متقاعدة فوق 60 سنة عمرها، علما بأنه الأعمار الكبيرة يعني إحنا نحاول إنه ما يختلطوا مع المصابين وكذا، لكن كانت مصرة إنها تتطوع هي وبنتها وينزلوا للميدان ويشتغلوا في فترة الجائحة. من خلال إدارة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في صحة مكة كان عندنا قائمة كبيرة جدا من المتطوعين تم توزيعهم على المحاجر اللي هي الفنادق من أعمال إدارية وأعمال، بعضهم كانوا عندهم خلفية طبية فاستخدمناهم برضو في الأعمال الطبية واستفدنا منهم بشكل كبير، إضافة إلى فرق الفسح المسح الميداني في الأحياء كان فيها متطوعين بعدد كبير جدا. صراحة يعني يشكروا بالمجهود الكبير اللي قاموا به. دور مراكز الأحياء كان مهم جدا لنا في التعامل مع الجاليات خصوصا في الأحياء المغلقة، وكان دورهم أكبر كمان بشكل كبير في مع وزارة الموارد البشرية في توزيع السلال الغذائية وتنظيم أمور طبية مثل الحالات اللي داخل الأحياء كيف توصل لخارج الأحياء والمستشفيات. كان عندنا ضباط اتصال معاهم يساعدونا في توزيع الأدوية، في إيصال سيارات الإسعاف لمنازل المصابين، حمل المصابين اللي في بيوتهم إلى المستشفيات. كان لهم دور كبير جدا في مراكز الأحياء في خلال الفترة الماضية. الله يجزيك. طيب الله ثلاثة أسئلة أخيرة وأبدأ نفتح مجال إذا سمحت. الله يسعدك ويجزيك. أهل مكة وليس تحيزا لأهل مكة وليس مناطقية بس لهم جهودهم في الأزمات. يعني أنا كرجل أمن خلال أزمة الخريج، خلال أزمة الحرم، خلال سيول الجدة أثبتوا فعلا وقفاتهم. هل من القاء طوب بسيط، هل وقفوا، هل أثبتوا، هل أدوا واجب وطني خلال هذه الأزمة معكم كشؤون صحية دكتور؟ أهالي مكة كما تفضلت كانوا على مستوى المملكة أعلى نسبة هبات وتبرعات وصلت للمناطق كانت في منطقة مكة المكرمة. يعني على مستوى المملكة كلها ما كان في أحد عنده فنادق مجانية يتصرف فيها زي ما يبغى، كل المملكة فقط مكة. والعدد أنا ما بتكلم عن عدد بسيط فندق أو فندقين، أنا بتكلم عن 46 فندق كانت تحت إدارتي في الشؤون الصحية في مكة، سلمت لنا وقالوا لنا هذه ما يعني ولا ريال ما ناخذ. وبعضهم كانوا يوفروا الطعام ويوفروا الموظفين وعمال النظافة داخل الفنادق من عندهم. أهالي مكة تبرعوا بأجهزة هيبا فلتر للمستشفيات، تبرعوا بماسكات ومعقمات، التزموا، وهذه نقطة جدا مهمة، التزموا بالتعليمات والتوجيهات في اللي تخص وزارة الصحة في الحظر وفي التزام المنزل. كان انضباط كبير جدا
ساهموا لله الحمد في التغلب على الجائحة في ذروتها. الله يزيكم. هم فعلا يعني معلي لعل هي باب ذكر الشيء بالشيء، يعني اللي عضو مركز حي المسفل الشيخ أيوب الجمال وقف برضو في هذه الجائحة، تبرع لوزارة الصحة بمبلغ ربع مليون ريال، وتبرع لأمانة العاصمة بمبلغ ربع ريال. وليس مننا، بالعكس هو يعني كلنا والله يا دكتور لو نستطيع أن نفدي الوطن بدمائنا بأموالنا لنا. نعم. سؤال يا دكتور عشان أعطي مجال لغيري، تعاون الجهات الأخرى، الحرس الوطني، الجيش، الطبيين بتكلم، إيش مدى التعاون معكم في هذه الجائحة؟ طيب أنا يعني بحكم عملي في صحة مكة السنوات الماضية شاركت في كثير من الأزمات والكوارث اللي حصلت في الفترات الماضية. كنا دائما إحنا وزارة الصحة جزء من المنظومة، ولنا قائد إما الدفاع المدني أو الداخلية الأمن العام. الحدث هذا لأنه صحي كان لأول مرة تقود الصحة، وكانت قيادة الحدث حتى على مستوى المناطق مسؤولية مدراء الشؤون الصحية في المناطق، فكانت يعني بداية قوية جدا لنا. كنا متخوفين في الأول، لكن حقيقة وقفت رجال الأمن معانا، وقفت الأمارة معانا، التجار من خلال الغرف التجارية، العملية، المتطوعين، بصراحة سهلت لنا الأمور بشكل كبير جدا. إحنا كنا يعني بأمانة في وضع ولله الحمد جدا رائع في التعاون، وسهولة التواصل بيننا وبين إخواننا في الأمن العام، في الشرطة، سعادة اللي وعيد مدير عام شرطة منطقة مكة رجل على مدار الساعة جواله مفتوح يستقبل اتصالاتنا، إخواننا في الحرس الوطني طوقوا المناطق بشكل قوي جدا، أخواننا في الدفاع قاموا بمنحنا 100 سرير المستشفى الميداني المتنقل، أمن الطرق ساعدونا في عدم دخول الزوار لمكة المكرمة، جميع الجهات تعاونت معنا، شركة المياه والكهرباء ساعدونا في المواقع اللي في مشعر عرفات شغلت لأول مرة في يعني في تاريخ صحة مكة خلال السنة وليس خلال الموسم، فكان لها أمور لوجستية الكل دعمنا فيها. فبصراحة يعني كان عمل رائع منسجم وسلس، والكل متحمل المسؤولية بشكل كبير جدا. الحمد لله. آخر سؤال لي، إيش آخر أخبار العلاج؟ هل في علاج قريب إن شاء الله نطمن الناس ونفرحهم؟ طيب أنا يعني تخصصي يعني شوية بعيد عن الوبائيات، ولكن طبعا بحكم الاطلاع عن الأخبار اللي موجودة الموثقة علميا، اللقاح المفترض أنه بإذن الله في بداية أوغست على حسب ما بلغت جامعة أوكسفورد في بريطانيا، أنه على بداية أوغست حيكون في لقاح للكوفيد 19. العلاج إلى الآن ما في أخبار يعني عن علاج مؤكد لهذا الفيروس، هي مجموعة من الأدوية وجدت أنه في استخدامها بتتحسن الحالات، بتزيل كثير من الأعراض، اللي هو العلاج الفيروسي اللي كان في أمريكا والآن بيستخدم عندنا في البروتوكول، وعلاج الهيدروكسيكلوروكوين، وعلاج الديكساميتازون المؤخرا أضافوه في بريطانيا، ومنظمة الصحة العالمية كمان أشادت به يعني. فإحنا ننتظر اللقاح بإذن الله في أوغست. ربك كريم، الله يجزيك خير. مايك عندك جايبي، الله يجزيك خير. الله يجزاك خير يا دكتور. من الأسئلة الواردة لنا بالنسبة كيف يتواصل الأهل مع مرضاهم بالمستشفيات لإطمئنان عليهم؟ طيب احنا يعني هي خطوة أخذناها صحيح مؤلمة شوية علينا، لكن لمصلحة المرضى ومصلحة أهاليهم. منع الزيارات في المستشفيات في الفترة الماضية كان ضرورة ملحة حفاظاً على سلامة الجميع، مع العلم بأنه يعني نفسيات المرضى يعني قد تتأثر. إحنا كنا بنحاول دائماً بأنه يكون عندنا إدارة علاقات المرضى بيتواصلوا مع الأهالي، بيحاولوا من خلال برامج التواصل زي زوم وزي
اللي هي البرامج اللي بتنقل صوت وصورة، بيحاولوا يتواصلوا مع الأهالي ويعطوهم فيدباك عن مرضاهم. إن شاء الله خلال الأيام القادمة حيكون عندنا أيضاً تكثيف أكثر على دور المعايدة عن بعد أو المزاورة عن بعد، لأنه حتساعد كثير في الفترة القادمة. إحنا ما نعرف الجائحة لمتى حتستمر، فلازم نبدأ نرتب لهذه الأمور على أنها حتستمر فترة أطول شوية. طيب رقم الواتس يا دكتور لتوصيل العلاج من فضلك لو تكرمت. طيب أنا أعطي الأخ، أنا قريت رقم الأخ اللي سؤاله، والله لا يحضرني رقم الواتس الآن، لكن رقم واتسي أنا أعطوله هو ويتواصل معايا وأعطيله الرقم بإذن الله. جزاك الله. طيب هل خبرات الحج المتراكمة بالنسبة للمسؤولين والعاملين والمتطوعين على مستوى المملكة لها دور في مواجهة الجائحة والتصدي لها وتخفيف الأضرار؟ على مستوى المملكة لها دور، وعلى مستوى مكة بالذات لها دور أكبر ولله الحمد. أنا ما بأمدح في نفسي، أنا ترى مجرد يعني مسؤول في 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 الصحة. أنا بتكلم عن زملائي في الميدان وعن خبراتهم التراكمية في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية. يعني إحنا على مستوى المملكة من الدول اللي عندها مركز عالمي لطب الحشود، ويعني عددها ما هو كبير على مستوى العالم، إحنا أحد هذه الدول المتقدمة واللي بتعطي ولله الحمد مؤتمرات ومحاضرات في هذا المجال. وعلى مستوى صحة مكة بحكم الخبرة السنوية اللي بنديرها في الحج بتمنح المسؤول ثقة، بتمنحه هدوء في التصرف، بتمنحه إمكانيات أكبر في الرؤية وفي التفكير ولله الحمد. فكان يعني الإشادة حتى من وزارة الصحة لصحة مكة فيما يخص الديزاستر مانجمنت في خلال الكارثة ولله الحمد. موجة الانتشار والانحسار للفيروس إلى متى تستمر؟ والله يا طويل العمر والأخوان ما يهونوا، الفيروس يعني على حسب ما أعلنته وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، إنه سيستمر فترة يعني لا بأس بها من الزمن، قد تطول إلى سنوات. لكن إحنا يعني لازم نبدأ نتعايش معه فكريا واجتماعيا، ونبدأ نعرف إيش هي الطرق اللي تحفظنا بأمر الله سبحانه وتعالى منه، ونبدأ نشوف نتابع صحتنا، نقوي مناعتنا. اللي عنده عادات سيئة مثلا لا سمح الله من تدخين أو بدانة أو سمنة يبدأ يرتب أموره وصحته، لأنه الفيروس حنتعايش معاه لفترة، إذا ما ظهر لقاح حيكون يعني دائما خطر مهدد وما في غير الوقاية منه. جزاك الله خير يا دكتور. كلمة أخيرة توجه دكتور في هذا اللقاء المبارك، الله يحفظك. طيب اولا انا سعيد جدا بحضور هذا اللقاء، كان ودي اكون وسطكم ونحتفل ونسلم ونصافح على بعض، ولكن نظرا لهذه الظروف نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الغمه عن البلاد والعباد، وان لا يرينا مكروه ابدا في بلادنا يا رب. انا نصيحتي الاخيره فقط اللي اتمنى الجميع يلتزم بها، التباعد الاجتماعي، عدم الخروج لأي سبب إلا للضرورة، ارتداء الكمامة وغسل الأيدي، وفي تطبيق اسمه تباعد أو تباعد، أتمنى إنه لو الكل ينزلوا على الهاتف المحمول، هذا بيعطي لك إذا اقتربت من شخص مسجل نتيجته إيجابية بيعطي لك ألارم في الجوال وبيحذرك إنه هذا مصاب. فالفترة القادمة نحتاج دائما نكون منعزلين متباعدين عن بعض أكثر، بلاش نقول منعزلين، إحنا متقاربين بالقلوب لكن نتباعد جسديا عشان بإذن الله نسلم بحول الله. جزاك الله خير يا دكتور، نشكرك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء رغم مشاغلك، وجزاك الله خير الجزاء، وتشرفنا دكتور بهذا إن ما قدمتم من جهود، جزاكم الله خير وبكم نفتخر، الله يحفظكم ويرعاكم جميعا، ونسأل الله للجميع الصحة والعافية. ونشكر العميد الدكتور محمد نيشاوي رئيس مركز حي المسفلة، وكما نشكر الأمين العام جمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي،
نشكركم جميعا أيها الحضور، ونشكر سعادة مدير عمل الصحية، وشكرا للجميع، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. إذا كان هناك أي إضافة قبل نهاية الكلام. مهما قلت لك شخصيا، لمنسوبي الصحة، للممارسين الصحيين، لمنسوبي وزارة الصحة ككل، والله لن نستطيع أن نفيكم حقكم. أثبتوا فعلا أنكم رجال الموقف، رجال الساعة. الله يعطيكم الصحة والعافية، الله يحفظكم، الله يكتب أجركم. شكرا لكم من الأعماق، يعطيك العافية دكتور. شكرا، الله يحفظك، الله يحفظكم جميعا دكتور. الله يجزيكم خير، شكرا لكم، الله يعطيك العافية. شكرا يا دكتور، استودعكم الله بأمان الله، نستودعكم الله جميعا، وإلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.